نشرة منتصف الليل نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية وتتابعون فيها. مفوضية الانتخابات الليبية تستبعد سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة وتقبل ترشح خليفة حفتر وعقيل صالح وعبد الحميد الدبيبة. الكيان الصهيوني والمغرب أول مذكرة تفاهم عسكرية مع دولة عربية. وفي إثيوبيا القتال يحتدم في جبهتي أمهرة وعفر وأديس أبابا تطرد دبلوماسيين إيرلنديين. وفي النشرة بايدن وكبار مستهلكي النفط يوسعون حربهم وأوبك بلاس تتحدى وتدرس إلغاء زيادات في إنتاجها ديسمبر المقبل. ونتابع أيضا نازا تطلق مركبة فضائية بهدف اختبار القدرة على إنقاذ الأرض من الأجسام الخطيرة. إلى التفاصيل، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة وقبول أكثر من 70 مترشحا من بينهم خليفة حفتر وعقيل صالح وعبد الحميد دبيبة. من جانب آخر، شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يانكوبيتش خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، شدد على أن ليبيا لا تزال في مرحلة هشة بالنظر إلى المخاطر الكثيرة المسجلة. اليوم القائمة النهائية التي قبلتها المفوضية تم استبعاد منها من لا تنطبق عليهم الشروط من الناحية الإجرائية أكثر منها من الناحية القانونية. فكل من تم رفضهم اليوم تم رفضهم بناء على المادة رقم 10 والمادة رقم 11 بالقانون. المادة رقم 10 تتحدث عن السوابق الجنائية، وهنا أو هذه المادة هي التي شملت سيف القذافي باعتباره سيف القذافي يواجه حكمين باسطين في ليبيا بالإضافة إلى مطالبة الجنائية الدولية به. فبالتالي هو خضع إلى المادة رقم 10 في بندها السابع. أما بالنسبة للباقي الذي تم استبعادهم وفقا للمادة رقم 11 والتي تنص على جمع 5000 تزكية أو 5000 مزكي من المواطنين الليبيين، وهؤلاء لم يتحصلوا على 5000 تزكية. إذن من الناحية الفنية الإجرائية الاستبعاد ذو طابع إجرائي إداري أكثر منه طابع قانوني. والآن القائمة التي اعتمدتها المفوضية في هذه المرحلة سوف تتحول إلى وتواجه فيها بعض الأسماء الطعون، وهنا أتوقع الأسماء التي تتواجه الطعون هم حفتر وعقيلة. في خبر آخر، وقع وزير دفاع المغرب وسلطات الاحتلال الإسرائيلي مذكرة تفاهم أمنية تؤسس لتعاون عسكري بين الجانبين وتعتبر الأولى من نوعها تجمع الكيان بدولة عربية. هكذا نزل وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس المعروف بجزار غزة بالرباط. بهذا تكون المملكة المغربية أول بلد يزوره وزير دفاع للكيان من بين الدول التي ركبت قطار التطبيع ضمن اتفاقات أبراهام. في الرباط جرى اجتماع مغلق بين الجانبين أعقبه التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس للتعاون العسكري الاستراتيجي الأمني والاستخباراتي وتضع الأسس لصفقات أسلحة مستقبلية بين الطرفين. مذكرة التفاهم هذه هي الأولى التي توقعها إسرائيل مع دولة عربية، وبهذا يكون المغرب السباق إلى الارتماء في الحضن العسكري الصهيوني علنا بعد سنوات من العناق السري. وجدير بالذكر أن عدة تقارير تحدثت عن تأسيس الكيان قاعدة عسكرية شمال المملكة مع منشآت للتنصت والجوسسة، فضلا عن برنامج تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية بالمغرب وغيرها من مجالات التعاون العسكري والأمني. الهوس المغربي بالارتماء في حضن الصهيونية بالتطبيع الشامل
يطرح سؤالا في ذهن المتابع البسيط عن الفصام في شخصية المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وملكها يترأس مثلا لجنة القدس التي تأسست لحماية المدينة من التهويد وطمس هويتها الإسلامية. أبلغت إثيوبيا 4 دبلوماسيين إيرلنديين يعملون في سفارة بلادهم بأديس أبابا بوجوب مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية مواقف إيرلندا من الصراع الدائري في إثيوبيا، في حين تتواصل المعارك بين الجيش الإثيوبي بقيادة أبي أحمد ومتمردي تيغراي. أبي أحمد ينقل رئاسة الوزراء لنائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين الذي سيتولى إدارة الحكومة بعد توجهه لقيادة جيشه في جبهات القتال ضد متمردي جبهة تحرير تيغراي وحلفائه من الفصائل الأخرى التي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا، خاصة أمام التقارير التي تشير إلى تقدمها أكثر نحو أديس أبابا عبر استراتيجية الاستحواذ على الطرق الرئيسية باتجاه جيبوتي وعزل أبي أحمد عن المنافذ الحيوية لدول الجوار. تحالف قوى تيغراي نشر بالموازاة فيديو قال فيه إنه أسر 11,000 جندي من الجيش الحكومي في مشهد يوحي بالترويج لسيطرته على الأرض ومحاولة إبطال ما يعتبره دعاية أديس أبابا في تحكمها بالأوضاع. المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان عبر عن قلقه من فشل مساعي دفع جميع أطراف الصراع إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب التصعيد العسكري، مشيرا أن اعتقاد كل طرف أنه على وشك تحقيق نصر ميداني زاد من التعقيد، فيما استمرت الدول في دعوة رعاياها بالمسارعة في مغادرة البلد على غرار إيطاليا، تركيا، فرنسا وأمريكا التي وضعت 3 سفن حربية جاهزة في حال ما احتاجت السفارة الأمريكية أي مساعدة. وتحتدم المعارك حاليا بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي والمتحالفين معها في مدن لا تبعد إلا 218 كيلومترا شمال العاصمة الإثيوبية، في الوقت الذي تفرض القوات الحكومية حصارا على الإقليم وحديث عن معاناة 400,000 نسمة من المجاعة داخله. توجت المباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين تركيا والإمارات، اتفاقيات اقتصادية ترمي لحلحلة العلاقات السياسية والدبلوماسية بعد سنوات من الأزمة بين البلدين. ما تحمله الزيارة من دلالات وما تم توقيعه من اتفاقيات يصب في خانة واحدة عنوانها المصلحة وفقط. أنقرة وأبو ظبي في طريق تقارب بعد أن حدث تباعد لعدة سنوات لم يتأثر فيها الجانب الاقتصادي كثيرا، لكن سياسيا حدث خلاف واضح، خلاف مسبباته عديدة وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم قد يكون لها دور في الوصول إلى هذا المستوى العالي من إعادة ترتيب أولويات البلدين، خصوصا مع تغير استراتيجي في رؤية واشنطن للعالم وما حدث بالمنطقة العربية ومحيطها من تطورات. المسار الجديد للعلاقات كما عبرت عنه الدولتان يبدي تجاوزا وتجاوبا للجانب السياسي، ليطغى الجانب الاقتصادي على لقاء أردوغان بمحمد بن زايد، حيث جلس على طاولة توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية وغيرها ودفع الاستثمار إلى حدوده القصوى. أكبر المتفائلين لم يكن يضع سيناريو عودة العلاقات بين تركيا والإمارات إلى حالتها قبل القطيعة، لكن تصنع المصالح وتغير التوازنات ما لا تصنعه الدبلوماسية والوساطات الدولية. فهل هذا المسار الجديد من التقارب ينهي شبح الصراع على قيادة المنطقة؟ في شأن آخر، عاكست أسعار النفط أهداف تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لخفضها، مسجلة ارتفاعا قياسيا لتصل أعلى مستوى لها في أسبوع، توجه فاقم من أزمة أسعار البنزين الأمريكية المرتفعة بتحولها إلى كابوس يؤرق إدارة بايدن ويخلط أوراقه تحسبا للتجديد النصفي لأعضاء الكونغرس.
ما كان وعيدا وتهديدا بات فعلا وحقيقة. مستهلكو النفط يدشنون حربهم ضد تحالف أوبيك بلس بضخ مزيد من الخام في السوق باللجوء إلى استغلال احتياطاتهم الاستراتيجية. في خطوة نادرة ومنسقة قررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب 50 مليون برميل من مخزوناتها النفطية، تتضمن الإفراج عن 32 مليون برميل من كميات إضافية من المخازن الأربعة لأكبر اقتصاد في العالم، مع التعجيل في تنفيذ خطة سابقة تشمل سحب 18 مليون برميل أخرى. الإجراءات التي اتخذناها لن تساعد في حل أزمة أسعار النفط بشكل فوري، لكن لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تتراجع الأسعار من تلقاء نفسها. التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض. بريطانيا لم تنتظر طويلاً لتكشف عن خطة مماثلة بالسماح للشركات النفطية الإفراج طوعاً عن كميات تعادل 1.5 مليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية، في حين وافقت الهند على ضخ 5 ملايين برميل من نفطها الموجه لحالات الطوارئ، رغم إعلان نيودلهي في وقت سابق رفضها لخطوة البيت الأبيض. ارتفاع أسعار النفط يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم. من غير المقبول أن تحدث شركات النفط اختلافاً بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة. على ذاك النحو قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي دون الإعلان عن حجم الكميات المعنية بالعملية وآجالها، في وقت تتجه جميع الأنظار نحو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم لمعرفة المساهمة الصينية في التحرك الأمريكي المنسق ضمن توافق اقتصادي نادر على محور واشنطن بكين في ذروة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. هذا وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مشاورات روسية سعودية لتعليق العمل بالزيادة التدريجية المرتقبة في إنتاج تحالف أوبك بلاس شهر ديسمبر المقبل. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن المشاورات بين أكبر منتجي الخام في العالم من شأنها أن تدفع بالكارتل النفطي لإلغاء زيادة يومية بمقدار 400,000 برميل في خطوة لمواجهة إجراءات منسقة لكبار المستهلكين للنفط في العالم. هذا وأعلنت الصين اللجوء لاستخدام مخزونها النفطي في مسعى لخفض أسعار الخام دون تحديد الكميات وأجال الإفراج عن جزء من احتياطاتها الاستراتيجية. وأكد خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة في اتصال خاص به قناة الجزائر الدولية أن الخطة الأمريكية باللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لن تؤثر على مسار ارتفاع أسعار النفط المسجلة مؤخرا. إنزال كميات من النفط من المخزون الاستراتيجي الأمريكي قد جربت سابقا وقد فشلت فشلا ذريعا، حتى لو أنزلت الولايات المتحدة 100 مليون برميل من النفط من مخزونها الاستراتيجي إضافة إلى سحب كميات من جانب الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، لن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط. أقصى ما يمكن أن تنخفض هذه الأسعار بنسبة دولار إلى دولارين، ولكن الأسعار ستعود إلى الارتفاع من جديد وتتعدى المستوى الذي كانت عليه قبل إنزال الكميات من المخزون الأمريكي ومخزون الدول الأخرى. كما يرى خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة بخصوص المشاورات الأخيرة بين روسيا والسعودية لتعليق العمل بالزيادة التدريجية المرتقبة لإنتاج أوبك بلاس، يرى أن مصالح واشنطن اليوم تتعارض مع مصالح دول أوبك بلاس. هي تبدو كحرب بين منظمة أوبك بلاس والولايات المتحدة الرئيس بايدن،
لكن الرئيس بايدن هو الذي جلب الوضع إلى ما يشبه الخلاف مع منظمة أوبك بلس. هو يريد أن يخفض أسعار الجازولين في الولايات المتحدة، ولكن أسعار الجازولين ليست ناجبة في الولايات المتحدة، ليست ناجبة عن خفض أو خفض في إمدادات النفط في العالم، بل ناتجة عن ارتفاع في مستوى التضخم المالي في الولايات المتحدة. الرئيس بايدن يريد أن يقول للشعب الأمريكي أو يظهر بمظهر المدافع عنهم ويقول أنه أنا اتخذت هذا القرار بسحب كميات من سوق من المخزون الاستراتيجي للدفاع عن مصالحكم، ولكن مصالح الولايات المتحدة تتضارب مع مصالح منظمة أوبك. اقتصاديا دائما، أطلقت سوناتراك الجزائرية خطة شاملة تستهدف توطين صفقات المناولة الصناعية والخدماتية محليا في خطوة لتقليص تحويل العملة الصعبة واللجوء للأجانب، خطة تطمح عبرها المجموعة النفطية العملاقة لتوجيه نحو 30% كحد أدنى من عقودها لشركات جزائرية. بين أجنحة الطبعة السادسة للمناولة الصناعية، فضلت سوناتراك أن تحضر بأكبر جناح في فعالية التظاهرة في خيار يعكس بوادر استراتيجية المجموعة الطاقوية العملاقة في توطين خدمة المناولة محليا بمنح حصة معتبرة من صفقاتها لشركة الجزائرية. سوناتراك من مهامها الأولى أو أهدافها الأولى هو إنعاش الاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية، فلهذا شاركت في هذا الجست 21 وحضرت بقوة بحيث بكل الإطارات تاع سوناتراك هنا، وحتى تساعد في سياسة ترقية المحتوى المحلي الوطني. وهذه الاستراتيجية الجديدة لسوناتراك لترقية المحتوى المحلي محاولة من سوناتراك حتى ترشيد التكلفة وإعطاء دفعة للشركات الجزائرية الوطنية والشركات الناشئة. وتطمح المجموعة عبر استراتيجيتها الجديدة لوضع 30% كحد أدنى من نشاطها في المناولة تحت تصرف الشركة المحلية، مسار بدأته المجموعة بمنحها زيادة من 2000 صفقة بقيمة تتجاوز 3 ملايير دولار منذ 2020، والهدف تقليص تكاليف اللجوء للخبرة الأجنبية. أن سوناتراك الآن أنشأت برنامج، وهذا البرنامج Cost Optimization System Tracking، وهذا البرنامج هو برنامج يقوم بتحفيز الشركات المحلية، بحيث أن هذا التوجه يمكننا للشركات المناولة المحلية أن تساعد سوناتراك على تخفيض كلفتها من العملة الصعبة، هذا والتحكم في التكنولوجيا. وتشكل عقود المناولة الخدماتية في شتى مجالات النشاط نحو 13 مليار دولار سنويا من نفقات التسيير لأكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا، تكلفة باهظة ترغب مجموعة سوناتراك لتحويلها كعائدة في حصيلة الشركة المحلية عبر بوابة المناولة الصناعية والخدماتية. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات إلى قادة أزيد من 100 دولة للمشاركة في قمة افتراضية بشأن الديمقراطية وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية. القمة التي تجاهلت كافة الدول العربية باستثناء العراق قالت عنها موسكو إنها محاولة أمريكية لإنشاء خطوط تقسيم جديدة، فيما أعربت بكين عن معارضتها الشديدة للدعوة التي وجهها بايدن إلى تايوان. هي واحدة من المشاريع التي رفع من أجلها طويلاً الرئيس الأمريكي جو بايدن أيام حملته الانتخابية، قبل أن تفرج الخارجية الأمريكية اليوم عن قائمة ب110 دول مدعوة للمشاركة في قمة بايدن حول الديمقراطية يومي 9 و10 ديسمبر الداخل.
قمة وإن كان تغييب الصين عنها أمرا متوقعا نظرا لما تمر به العلاقات بين بكين وواشنطن من توتر متصاعد، إلا أن ما لم يكن متوقعا هو توجيه الدعوة لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. الصين تعارض بشدة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية السلطات التايوانية للمشاركة فيما يسمى قمة من أجل الديمقراطية. تايوان ليس لها مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الصين. مغيب آخر من القمة لم يختلف موقفه كثيرا عن موقف الصين، روسيا. قالت على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن قمة بايدن ليست إلا محاولة أمريكية جديدة لتصنيف الدول وفق المنظور الأمريكي. الولايات المتحدة تفضل في الوقت الراهن أن تنشئ خطوط تقسيم جديدة وتقسم البلدان إلى جيدة من وجهة نظرهم وسيئة في نظرهم أيضا، وهي تحاول خصخصة كلمة الديمقراطية، أي أن الديمقراطية من وجهة نظرهم هي فقط ما يتوافق مع فهم واشنطن. الحلفاء التقليديون لواشنطن في الشرق الأوسط تجاهلتهم أيضا قمة الديمقراطية، واكتفت الخارجية الأمريكية بالعراق ممثلا وحيدا للعرب، كما خلت القائمة من تركيا حليف واشنطن في الناتو، فيما ستكون إفريقيا ممثلة بكل من جنوب إفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا والنيجر. فلكيا، أطلقت وكالة نازا الفضائية كوكبا اصطناعيا لمواجهة الأخطار المحتملة لسقوط كواكب على سطح الأرض واختبار قدرة التكنولوجيا الحديثة على تغير مساره أو إبعاده. في آخر تجاربها الفضائية، أطلقت وكالة ناسا اليوم كوكب دارتا الاصطناعي لحماية الأرض من أي خطر محتمل لسقوط أجسام كبيرة أو كواكب على سطح الأرض. الكوكب سيصطدم عمدا بكويكب آخر لمعرفة آثار التصادم ومدى تأثيره على الأرض. إطلاق ناسا الجديد يأتي اختبارا للتكنولوجيا التي يمكن أن تستعمل يوما ما في إبعاد كوكب أو تغيير مساره إذا كان يشكل خطرا على الأرض. وأطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل مركبة دارتا الفضائية في حدود 6:20 صباحا من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، ويسير بسرعة 25 كم/ساعة، وسيصطدم بكويكب ديمورفوس الذي يبلغ قطره 160 مترا شهر أكتوبر من العام القادم، دون أن يخلف آثارا بحسب خبراء الوكالة الفضائية. وسيحدث التصادم على بعد 11 مليون كيلومتر على الأرض، وهي أقرب نقطة يمكن أن يصل إليها. تبلغ تكلفة كوكب دارت $330 مليون، وهو الأول من نوعه، فيما رجح العلماء أنه في حال اصطدام صخرة من الحطام الكوني بالأرض بحجم مئات الأمتار فسيحدث دمار شامل قد يصل إلى حد القضاء على قارة كاملة. لذلك جاءت فكرة إطلاق كوكب لحماية الأرض وإيجاد حلول ممكنة لتجنب أي أخطار محتملة لكواكب فضائية مهددة بالسقوط فوق سطح المعمورة. في هذا الخصوص أكد الخبير في علوم الفضاء الدكتور أحمد الفاضل أن المهمة غير مضمونة النتائج بسبب انعدام المعرفة العلمية حول التفاعل الفلكي لهذه التجربة. ناسا راح تقوم يعني بإطلاق هذه المركبة الفضائية التي ستحاول من خلالها عبر يعني استهداف أحد القمر، هو حقيقة يوجد يعني الكويكب والقمر متاعه، فناسا ستضرب القمر متاع الكويكب، يعني هو كويكب مزدوج نسموه، يعني في حجر كبير يدور حوله حجر صغير، فناسا راح تضرب الحجر الصغير في محاولة لتغيير الإكليبريوم، يعني التوازن متاع النظام المزدوج، وهذا الهدف منه هو محاولة تغيير مسار الكويكب المزدوج هذا. فأكيد المهمة هذه ما هيش مضمون، لأنه ما نعرفوش المكونات متاع يعني الكويكب هذية، فما نعرفوش كيف راح يكون التفاعل مع الاصطدام بين القمر الصناعي والمسبار والكويكب، وما نعرفوش النتائج. حقيقة يمكن تكون نتائج مذهلة أنه نتمكنوا من تغيير مسار الكويكب، ويمكن كذلك تكون
مهمة فاشلة لو تكون في نوع معين من المواد فما يتغيرش مسار الكويكب، لهنا تولي في مشكلة لأنه ما يكونش عندنا حتى دفاع ضد الخطر بتاع الكويكبات. فهذه وين تكون مهمة هذه. ونختم بالثقافة. أحيت الفرقة الموسيقية الداي على مسرح إكسبو دبي 2020 حفلا موسيقيا يمزج بين طابع الفلامينكو والشعبي والديوان أمام جمهور غفير يستمتع بمزيج من الأغاني الأصلية أو الأصيلة بشكل عصري. ويندرج هذا الحفل الذي نظمته الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالشراكة مع جناح الجزائر بدبي في إطار مشاركة الجزائر في هذا الحدث المتواصل إلى غاية 31 مارس المقبل بالإمارات العربية المتحدة. حفل فرقة الداية الجزائرية دام قرابة الساعتين، أدت فيه الفرقة أكثر من 10 مقاطع موسيقية تمزج بين العديد من الطوابع الموسيقية على غرار الديوان الشعبي الصنبا والصلصة، حيث استمتع الحضور بكل لحظة من هذا الحفل الذي أعطى شعورا بالحميمية والألفة. وشهدت الأمسية الموسيقية تفاعلا كبيرا بين فرقة الداي والجمهور الجزائري الذي ردد في انسجام كلمات الأغاني مع عناصر الفرقة التي أنشئت سنة 2009 عقب لقاء بين مجموعة من الشباب المنحدرين من حي حسين داي بالجزائر العاصمة. تقدم الفرقة مزيجا من الطبوع الموسيقية محافظة بذلك على التراث الموسيقي الجزائري. تشتهر الموسيقى الجزائرية بتفاعلها مع الثقافات الأخرى وبشكل خاص الثقافتين الغربية والشرقية، ما يجعلها قريبة ومحببة إلى مختلف الجنسيات، ليبقى هذا الحدث العالمي بوابة لاستقطاب الزوار إلى الجزائر الغنية بإرثها الثقافي والتاريخي العريق. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى طي أوراق النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.